فعلنا ذلك. إلى الملتقى في نشرتنا المسائية. انترفيو، لكن مثل ما قلت لكم اول حلقه اليوم جست مانا رح حتى يحكونا اكثر عن ايفنت من الايفنتات اللي رح تكمل باللبنان. ايفنت انا ناطره كثير وانا ناطرته كثير. بنقول ثانك يو باي ذا واي فور ذا تيكتس، بس قبل اعرف عليكم جوانا زريفه وكريستينا خاطر حفظتهم، برافو. لكن ويلكم تو ام تي في، بس كمان بحب اقول انه جوانا بتكون الماركتينج مانجر بي ات ذا سانز والايفنت كونسلتنت بي ات ذا سانز. لكن اجين ويلكم تو ام تي في، نعرفكم من قبل و تكون كوزينة زميلتنا كارين بستاني. عرفت هالشيء؟ عرفت بس خلينا نحكي معه. يلا هلا صار فيكم تحكوا. ابيرنتلي في نهار كثير حلو بسيب هالسبت اوغست 11 بي ات ذا سانز، يعني اكتيفيتيز كثير كثير كثير، واخر شيء رح نحكي عن البيتلز تريبيوت. وجوان خبرينا اكثر، بس قبل ما نحكي كفي معكم الحديث رح نكون عم ننتقل لاخبار جوان كفي. يلا فتحنا بامبر انترفيو قبل ما نروح للوقفه، وهلا رح نكمل. وير باك تو جوان من جوانا وكريستينا. فيليب ما بحكي معك. جوانا خبرونا اول شيء ذا سانز، مين ما بيعرف ذا سانز؟ وبنعرف انه سون رح بيكون انيفرساري تبع ذا سانز، مين بده يخبرنا اي سنه صرنا؟ هلا وصلين 10 سنه. اوكي رح نعمل، لانه بهالمناسبه رح نعمل فول داي اوف اكتيفيتيز، يعني صرنا عم نحضر له صرنا وايل. رح الزبون بيدفع بس الانترنس اللي هي 24 دولار ان ويك دايز، وبيستفيد من لوت اوف اكتيفيتيز. من رح يكون عندنا ويلنس كورنر، رح يكون في سبا تريتمنتس، فيتنس كورنر مع زومبا، اكوا جيم، لوت اوف سبورتس اكتيفيتيز. هون عم نحكي عن اي نهار؟ ساتردي. عن ساتردي، ساتردي 11th اوف اوغست، هيدا الساتردي. اوكي هيدا الساتردي، لكن بيكون اكتيفيتيز كل نهار. والاكتيفيتيز ذي ار فور 24 دولار؟ لا ذي ار فور فري. يا يو جاست pay the entrance fees and then you enjoy all of the activities for free. وبصير في كو كمان تنوقف تعمل رح يكون في يوهاي نوتيز بكل كورنر تاخذ الحجوزات اكيد. ورح يكون في كمان ان ارتست لاونج، رح يكون في لايف بينتر حنه ميميكس. اتس غانا بي يوها رح يكون في شاسيه جونغلور. It's going to be a very nice day of activities. وكمان رح نعمل competitions. رح يكون عندنا 3 competitions. وان ساند كاسل كومبيتيشن، رح يكون في اكيد شخص معهم رح يساعدهم. وان سويمينج كومبيتيشن بالبحر، لانه البحر رح يكون رايق هالسبت. ورح يكون عندنا كمان بريتيست بوت كومبيتيشن، يلي هي بريتيست بوت. بنجي بالبوت، بيجي بالبوت بنستقبله مع ان كوليي دو فلور ومنحط اسمه، اند ذن وي ويل الكت ذا بريتيست بوت. على اكيد البوت الاحلى من برا، ما حنقدر نروح نشوف البوت من جوا. جوا يكونوا ضابطين كل شيء لجوا. لا اكيد لا، واللي بيوصل بالبوت شو بيعمل؟ ما بيدفع 24 دولار اذا بوصل بالبوت؟ لا لا ما بيدفع، اكشلي ما بيدفع. مضبوط، ما بيدفع اذا بيجي بالبوت. كل اللي عندهم بوت بدايهم يجوا على ديسانز السبت. وكمان رح وكل الكومبيتيشنز رح نعطي الجيف اواي البرايسز والوينرز، وي غانا اناونس ذم بالبيتش بار سبيشال شامبين شاور. رح يكون في اكيد ميوزيك اول ثرو اوت ذا داي، رح يكون في سبيشال. كمان رح يكون في ديمكس وميني بي بلاينج، دي جيز، في فون بارتي ان ذا افترنون مع دانسرز، شامبين شاورز. ايه اكيد ام سي اول داي لونج وهيك، اتس غانا بي اميزنج. وكريستينا انت شو رح تعملي لنا هيك؟ شو محضرتي لنا باللوجيستكس تبعولك؟ عارفه انه ست خبيره بمجال ايفنتس، فاكيد رح يكون في شيء بالليل كمان. اكيد هلا بالليل عندنا البيتلز تريبيوت. نحن نقينا لنا 6 اشهر عم نشتغل على هالايفنت، نقينا اهم تريبيوت للبيتلز وورلد وايد، وجايبينهم هالسبت، جايين ستريت فروم كان على ذا ساند. اذا غيف كمان نهار السبت يعني دغري دايركت لهون تو ذا ساند. ايه ومحضرين يعني فيري بيج برودكشن ان ترمز اوف لايتنج، يعني رح تشوفوا شيء مش شايفينه من قبل، يعني خاصة يعني بيقد كتير منتبهين على ديتاي ليكون everything perfect. ورح نبلش السهرة، هو doors they open at 9:30، هن رح يطلعوا at 10:30، بس قبل عنا small act كمان كتير حلو، a singer he sings opera but the commercial songs but in opera way. Maxim شي هلا it's gonna be a surprise. It's a surprise and we have a huge ما معي خبر، انا قدرت من عندي مش اني اقول. It was just a option but there's a very big firework show coming on that's gonna last
like 10 minutes. Yeah. خلينا نعرف اكثر عن البيتلز تريبيوت باند اللي رح نشوفها بهالفيديو كليب اللي جبتوا لنا. عم نشوف بيتلز تريبيوت عن جد كثير مهضومة بيت لوف اكزاكتلي بدكم لكم عن التيكتس اسعارهم وكل شيء هلا التيكتس عم ينباعوا بقدي ساندز وبكل فروع فيرجن واكيد فيكم تشترون كمان اونلاين على الفيرجن تيكتينج ويب سايت الاسعار كثير مدروسين هن $30 ريجولر هن ستاندينج هلا بدي اذكركم انه الايفنت رح يصير على الفي اي بي بول سو كل العالم فيها تجيب مايوهات او تتسبح سو الريجولر هن انكلودينج وان درينك ستاندينج عندكم في اي بي سكشن اللي هي بوجه الستيج هي وان بريميوم درينك سيتد اكيد فيكم تدقوا على دي ساندز وتحجزوا الطاوله تبعيتكم بعد ما تشتروا التيكت وفينا وي كان بنفيت فروم ذا بار كمان اذا واحد فات في يشتري كمان هيز اون درينكس فروم ذا بار صح اكيد ايفري ون كان باي ذا اون درينكس والاسعار رح تكون كثير منيحه يعني ذيرز غانا بي درينكس اند ذيرز غانا بي فود از ويل يعني فيهم يجوا يتعشوا او بمطعم التلياني او مطعم اللبناني ويرجعوا بعدين على السهره وبالسهره رح يكون في هوت دوغز شاورما يعني ذيرز غانا بي فود مثل هذا فوالا ساندويتشز كويك ساندويتشز واكيد ريجولر اند soft drinks and premium drinks كل شيء يمكن تجيبه وفي الفي في اي بي سكشن كمان $70 وكمان وان بريميوم درينك مع كانابي اكيد اتس بريميوم فيو اكيد فيو طيب بالنسبه للاعمار يعني في ايج معين لا ذيرز نو ما في اتس 18 اند ابوف هلا بس اذا اجوا يعني اكومباني اوكي ما حياخذوا واكيد في كثير عالم عم بيسالوا اذا هن جابوا تيكت ليكونوا عشيه فيهم يعني during the day فيهم يضلوا during the day ايه هلا هن اكيد اذا جابوا تيكت عشيه اذا هيدي لك شو اذا جابوا تيكت تبع بالليل محمد سلا هيدي لك
لا actually هو during the day it's a separate event than the night. Both are for the Essence anniversary. But during the day it's just they just pay the entrance and they benefit from all the activities. So I think أنا for a fair price فيكم تستفيدوا من النهار من الصبح لبالليل for a very fair price. $54 you can get the full day. But then $30 or $24 the entrance. $54 you can get the full day. But it's a full day of activities. So it's really amazing. Yeah. And it's going to be a celebration day and expect to have a lot of people partying, beaucoup de ballons, beaucoup de danseurs. Wherever you turn, you're going to find someone partying and celebrating. Okay. So it's going to be a full day of celebration. انا كثير بدنا نشوف شو مين بياخذ عنا وحلقه تمثيل السبت اكيد اف يو ونت فيل هابي انا ما عندي شيء السبت فار جاي انا واصحابي رايحين فاذا انت عندك ادم تي في ام سوري اصلا ما بيتحكي معي ما انت يو كونفيرمد اوريدي انا كونفيرم 100% جاي لا اكيد فور ذا نايت اكيد 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 فور ذا داي كمان خلص اي بروميس يو كنا عم نشوف بالفيديو سمثينج فيري كول انه الباند خلينا نحكي عنها اكثر باند سو بيت لاف هي يس In the Beatles tribute band, the best one in the world. We made a lot of research. Researches came from كذا واحد. لين أتوا Beatles هيك حبيت. لأنه Beatles بحبوا من management تبع. No, they're very well known. ما في حدا ما بحب the Beatles. وبعد ما إجا ولا tribute لل Beatles على لبنان. So فكرنا ب Beatles لأنه it's new and the Beatles يعني إنه. هو كان مفروض يجوا بالستينات بس منعوهم. ما هيك. So إذا بكون يت سمعت فيها الخبرية. If you wanna relive the Beatles experience, so هيك you have to be there. هون عم بيلبسوا مثل ما كانوا لبسين the Beatles بي. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. You're a big fan. A huge fan. كل أغاني. مع شوارب اللي عم تشوفوها. نحن جبناهم كرمالك. الله كريستينا دائما بتعمل هيك بينا. هلا The Beat Love كانوا كمان كانوا عاملين كونسير كثير مهم كمان بأمستردام. They're very well known. Fresh from Amsterdam. They're جايين هلا من كان. راحوا على كان وهلا جايين على لبنان. They're just spending the night for the event. Like they have other concerts. And they're going. They're going straight the day after. بس فينا نتصور معهم لأنه نقول تصورنا مع بول ماكارتني الغلط. The new بول ماكارتني. لا بس عم نشوف كنا إنه عن جد نوت باي نوت كانوا صايبين الصوت وكمان صايبين الميوزيك تبع البيتلز يعني رح يكون نشوف أقرب شيء للبيتلز معقول نقدر نشوفه لأنه بطحنا موجود منه غير شخص واحد. بالأسف جربنا لا شخص موجود بول ماكارتني يعني عم بتعم شوفه نبعنا عم نشوفه عم نسمع أكثر هون لكن كنا عم نشوف بيت لوف مره جديده بحب اذكركم ان ذا سانز نهار السبت رح يكون ا بيج سيلبريشن الانترنس $24 بير داي بالداي بالنهار رح تكونوا عم تستفيدوا من كل الاكتيفيتيز يلي كانت عم تحكينا عنها جوان تذكرينا هيك بسرعه شو كان في قصص رح نعملها لايف ذيرز غانا بي اوكي لايف ارتست لاونج مع بينترز حنة دروينج ميميكس اتسيتيرا ذيرز غانا بي ا ويلنس لاونج وذ فري سبا اند كوكينج كلاسز There's going to be a fitness lounge, Zumba, Aqua Gym, and a kids' corner, a kid. But ما تنسوا تجيبوا ولادكم لأن there's going to be a lot of activities for kids. Okay, as well as a lot of competitions, with little classes, boats. At night, we start the night with an amazing firework show. وبعدين عندكم the Beatles for an hour and a half, 90 minutes. So if you want to feel this... Amazing experience. Tickets from Virgin Megastore or at the Sands or online on Virgin. There's gonna be a lot of balloons. هيدا أنا ما نسيت هذا بالون. إذا بروحوا يكون في بالونز. بعدين شو حدو كتير هيهم بالونز خليت نمسكوا ستة وكتير. ما بدي أشوفه. كتير أنا ما بدي أشوفه. بعدين buy your tickets ASAP لأنه عن جد they're selling out very fast. إذا بدكم معي 10 أنا. ايه اوكي رح نروح على بريك بلاك ماركت اي دونت مايند رح نروح على بريك هلا فل ثانك يو كثير جايز ات واز وندرفل انه كنتوا معنا بالاستوديو نحن رح نروح على بريك صغير وبعد البريك رح نكمل حلقتنا